ما هو مصير مأرب في ظل التصعيد العسكري لميليشيا الحوثي وتكثيفها الهجوم على المحافظة؟ وما حقيقة موقف الرياض من مصير مأرب؟ وهل سيترك أبناء المحافظة وقادتها مصير محافظتهم بيد هادي وعلي محسن؟ أهلا بكم. كثفت ميليشيا الحوثي هجماتها العسكرية على منطقة صرواح التي تعد بوابة محافظة مأرب منذ أسبوع، وتدور اليوم معارك عنيفة في صرواح بعد تدخل أبناء القبائل إلى جانب طرف الحكومة في ظل ترهل المؤسسة العسكرية التي تسيطر عليها السعودية بشكل كبير. يرى مراقبون أن سيناريو غدر السعودية بأبناء مأرب وبالجيش الذي تتواجد قيادته في المحافظة ربما يكون واردا في ظل التفاهمات السعودية الحوثية الأخيرة، لا سيما بعد أن تركت الجوف ونهم مؤخرا لقمة سائغة للحوثيين بأوامر من الخلف. في 2015 سجلت مأرب أسطورة تاريخية في صد جحافل الحوثيين وأوقفت زحفهم نحو المحافظة، واليوم تتشابه الظروف رغم مرور 5 سنوات مما سمي بتحالف دعم الشرعية، والذي يبدو اليوم نقطة ضعف بالنسبة لمأرب وليس العكس. فما الذي يحاك لهذه المحافظة التي مثلت أفضل نموذج لحضور الدولة خلال السنوات الماضية؟ وهل سيتولى أبناؤها حمايتها في حال تركتهم الشرعية والتحالف لمصيرهم؟ أم الذي سيكون؟ على مدى أسبوع تشن ميليشيا الحوثي هجوما واسعا على مواقع الجيش الوطني بجبهة صرواح في محافظة مأرب. الهجوم نفذ على محاور عدة من مجزر وهيلان شمالا حتى قانية بين مأرب والبيضاء جنوبا، مرورا بصلب والمخترة غربا. أحرزت فيه الميليشيات تقدما في بعض المواقع قبل أن تستعيدها قوة الشرعية بعد ذلك. تحولت معركة الشرعية والتحالف ضد ميليشيا الحوثي من مربع الهجوم إلى الدفاع، بل أصبحت ميليشيا الحوثي هي من تتقدم عسكرياً على الأرض كما حصل مؤخراً في الجوف ونهم وغيرها. بعد السيطرة على الجوف أصبح الحوثيون يحيطون بمدينة مأرب شمالاً عبر محافظة الجوف وغرباً من منطقة صرواح التي تدور فيها المواجهة حالياً، وجنوبا غربي المدينة عبر منطقة قانية التابعة لمحافظة البيضاء. ليبدو الهدف القادم واضحا تماما، مأرب، وهي المحافظة التي أوقفت الزحف الأول للحوثيين قبل 5 أعوام، وأصبحت بعد ذلك مقرا لقيادة الجيش ومركزا متقدما في معركة إسقاط الانقلاب. المصادر الميدانية تؤكد دخول قبائل مأرب في خط المواجهة مع الحوثيين، فيما تقول المصادر أيضاً أن التحالف يرفض حتى الآن دعم الجيش بالعتاد الثقيل الذي يمكن مأرب من كسر أي هجوم للميليشيا مكتفياً بضربات جوية بين حين وآخر. يتعامل قادة الجيش في مأرب مع المعارك التي اندلعت مؤخراً وكأن القرار هو قرار الرياض، فهي وحدها من تحدد مصير مناطق سيطرة الشرعية. فإذا كانت هناك تفاهمات بينها وبين الحوثيين بشأن تسهيل سيطرتهم على ما تبقى من مناطق الشمال كما يقول مراقبون، فإن ذلك سيتحقق في ظل حالة الاستلاب التام للقيادات السياسية والعسكرية. ورغم غياب الرئيس ونائبه ورئيس وزرائه، يراهن البعض على قيادة مأرب والقيادات الميدانية في جيش الشرعية لإعادة تجربة العام 2015 وكسر زحف الميليشيا الثاني على المحافظة واستعادة ما فقدته الشرعية من مناطق خلال الشهرين الماضيين. لكن تدخلات المشهد الإقليمي والدولي وتعقيدات الوضع الداخلي للشرعية قد تجعل من هذه المهمة أمراً بالغ الصعوبة. إذا مشاهدينا الكرام، في هذه الحلقة سيكون معنا الكاتب والمحلل السياسي ياسين التميمي، وسينضم معه آخرون خلال هذه الحلقة. بداية مساء الخير أستاذ ياسين. أسعد الله مساءك ومساء المشاهدين. أهلا بك. إذا على مدى أسبوع يشن الحوثيون هجوما مكثفا على مأرب من جهة صرواح، فيما تظل الشرعية في موقع الدفاع في كل هذه المناورات، ما رأيك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا ما يحدث في مأرب هو محصلة طبيعية لما حدث قبل ذلك في شرق صنعاء وبالتحديد في جبهة نهم.
وما تلاها من تقدم للحوثيين في الجوف، والضغط العسكري الذي يمثله الحوثيون اليوم على مشارف مأرب يمثل المستوى خطير جدا من المواجهة مع الشرعية. ولكن ينبغي أن نكون دقيقين في توصيف الأمور. هل الحوثيون يواجهون الشرعية؟ هل يواجهون إرادة مستقلة تمثلها الشرعية في محافظة مأرب؟ كما نعلم أن الجيش الوطني الذي انسحب من نهم انسحب نتيجة عوامل كثيرة، طبعا واحد منها هو عدم حصوله على الإمدادات الكافية والاهتمام، وتعرضه للاستهداف المادي والمعنوي من جانب التحالف. وقد تبين ذلك بشكل واضح في اعتراف الإمارات أنها كانت تحارب ثلاثة أعداء في اليمن، يعني الحوثي كان واحد من الأعداء، وبالتالي معظم الأعداء الذين حاربتهم الإمارات هم جزء من السلطة الشرعية. طبعا هو جرى توصيف الجيش الوطني في مأرب تحديدا وفي الجوف بأنه جيش محسوب على الإصلاح. هذا التوصيف خطير جدا وخبيث، وأراد أن يحصل على ذريعة لإعادة هندسة المشهد في اليمن. لا ندري ما إذا كانت السعودية بتأثير سياسة الإمارات ورؤية الإمارات إزاء المشهد اليمني وما يتعين على التحالف أن يعمله في اليمن هي التي أدت إلى ما أدت إليه، وهي التي جعلت السعودية على سبيل المثال تفكر بالقبول بقوى الأمر الواقع على الساحة اليمنية التي ترسخت بفعل خيانة التحالف نفسه. مثلا قوى الأمر الواقع في الشمال بات اليوم يمثلها الحوثيون في صنعاء وما حولها ومعظم المحافظات في الشمال، المجلس الانتقالي وقواته في معظم محافظات الجنوب، الساحل الغربي يمثله بقايا النظام السابق ونجل شقيق الرئيس علي عبد الله صالح، الرئيس المخروع علي عبد الله صالح. هذه قوى أمر واقع. فهل قبلت السعودية بهذا المخطط أنها تتعامل مع اليمن على أنه تركة مقسمة بين قوى الأمر الواقع، وبالتالي فالضحية الوحيدة هي السلطة الشرعية؟ كل المؤشرات تدل على أن ثمة توجه من هذا النوع. لكن السعودية هي دولة كبيرة وإقليمية، وأعتقد أن أي نكسة قد تصيب السلطة الشرعية في نهاية المطاف هي ستحسب بشكل مباشر على أنها هزيمة للقوات السعودية وللتدخل العسكري الذي تقوده السعودية، وبالتالي المنتصر الوحيد سيكون هي إيران. لأن السعودية والإمارات عندما طورت خطابها الإعلامي والسياسي المرافق لحملتها العسكرية في اليمن إلى حد أنها اعتبرت أن المواجهة في الساحل اليمني هي مواجهة مع المدى الإيراني، وأغفلت قضايا أساسية منها أن اليمنيون يقدمون كل هذه التضحيات ليس لمواجهة إيران، وإنما لمواجهة خطر حقيقي يتمثل في فقدان الدولة. فقدان الدولة بغض النظر من الذي يقف وراءه، إيران أو غير إيران، لكن مسألة إغفال القضايا الأساسية، الدولة الديمقراطية الجمهورية، هذه الحقائق التي ينظم من أجل اليمنيون، هذا إخفاء هذه الحقائق كلها وهذه الثوابت وهذه المبادئ كلها استهداف للمشروع الوطني اليمني بشكل واضح وصريح، ونقل المسألة إلى مجرد مواجهة إقليمية على الساحة اليمنية بين السعودية وإيران. إذن عندما ينتصر الحوثيون على الشرعية المحاربة أصلا من السعودية والإمارات، من الذي سينتصر في نهاية المطاف؟ الذي سينتصر هو إيران. من الذي سيهزم في المقابل؟ الذي سيهزم هو السعودية. وأنا نعم، ولكن في ظل هذه الخسارة والربح هناك بلد يضيع، يعني بعد أن كانت الشرعية تقول قادمون يا صنعاء أصبحنا الآن نخشى من مأرب، يعني كيف يمكن قراءة المعادلة في هذا الشكل؟ لا خلاف على هذا أنه الشعب اليمني قدم الكثير من التضحيات، واليمن كما قلت لك يعني إذا أنا طرحت فرضية أن هل السعودية في وارد أنها تتعامل مع اليمن كبلد مجزأ وكتركة جغرافية وسياسية مقسمة بين قوى أمر واقع متصارعة؟ هذا هذا هذه فرضية ينبغي أن نناقشها، وهذه خسارة كبيرة بالنسبة لليمنيين وللدولة اليمنية. لكن ارتدادات هذا النوع من الخسائر لن تقتصر على اليمن، وإنما ستمتد على المستوى الإقليمي أيضا، وسيكون لها تداعيات مستقبلية على أمن واستقرار المملكة العربية السعودية وعلى أمن واستقرار المنطقة. وبالتالي هذه الحالة من الحناء المحانكة أو الكيد السياسي الذي يمارس اليوم من أطراف عديدة يمكن وصفها بأنها في النهاية تنضوي في إطار هذا التحالف المتشاكس
التحالف السعودي الإماراتي، التحالف الذي يضم أيضا الشرعية وقوى الشرعية، كله يمكن وصفه بالتحالف المتشاكس، لأن معظم القوى الخشنة والقوى المسلحة التي تعمل في الميدان في إطار التحالف هي قوى متصارعة وتتبنى مشاريع مضادة. هذا الأمر لم يأتي من فراغ، هذا الأمر جاء بفعل مخطط ينفذه التحالف بشكل واضح وصريح على الساحة اليمنية. قد نقول أن الإمارات لها مشروع خاص، وهو الذي أظهر كل هذه الفوضى، وهو الذي أدى في نهاية المطاف إلى كل هذه الفوضى في الساحل اليمني. لكن ماذا تفعل السعودية إذا افترضنا أن هناك نوايا حسنة في السعودية؟ لكن أنا لم أعد أفترض أصلاً أن هناك نوايا حسنة من السعودية، لأن السعودية وقرارها السياسي والعسكري ارتهن بشكل كبير جداً للرؤية الإماراتية المشوهة فيما يتعلق بالتعاطي السياسي والعسكري مع الساحل اليمني. نعم، إذن اسمح لنا أن ينضم معنا عبر الهاتف أحد ضباط الجيش الوطني جواد الغفوري من مأرب. مساء الخير سيد جواد. بالفعل من معرض العظيم والعرش العظيم. اهلا بك. اهلا بك جواد، وانت القادم من صرواح، اود ان تحدثنا عن اخر المستجدات هناك. والله المستجدات الان انا احدثكم الطيران يحلق من ساعه. نعم. كل شيء يتحرك في سرواح لأول مرة منذ عاصفة الحرب من 2015 يقصف بصدق الطيران، هذه الحقيقة يجب أن نقولها هكذا بأمانة. يقصف بدقة وأمانة لأول مرة، لأن السعودية حست بالخطر. والأطفال هنا ثابتون ويتقدمون، والحركة الآن في سرواح منذ أمس إلى اليوم تحولت إلى الجيش الوطني، والجيش الوطني الان يتقدم بالمسرحيه والطيران الان تقوم اثناء ضمن الطيران تقصف في ما تبقى من سرواح، بعض الاجزاء التي يسيطر عليها الحوثيون في سرواح بعد ما اندحروا من معظم المواقع. نعم جواد، يعني أليس من المستغرب أن تظل يعني أن يظل الجيش الوطني والتحالف أيضا ينتظر قدوم الحوثيين إليه؟ يعني ما الذي كان متوقع بعد نهم والجوف إلا الزحف نحو مأرب؟ فلماذا دائما الجيش الوطني والشرعية والتحالف هما يعني هم من يقومون دائما برد الفعل؟ لم نجد ولا مرة هم من قاموا بالفعل. ثم بعد انتكاسه الفرضى والجوف بدا الجيش بالتجمع على تقوم الحرب من الجوف، وعندما علم الحوثيين بان الجيش على يعني معد جدا للهجمات واستعاده الجوف، قام الحوثيين ببعض المناوشات واكثر الجيش في صرواح وفي قاعده من اتجاه البيضاء، لكن انقلب الشعر وتحول الهجوم الحوثي قبل يومين الى انتصار، ومن بعده تحول الى دفاع الى هجوم من قبل الجيش. الان الجيش مهاجم، واعتقد اذا ذهب مراسلكم او لحد ما الجيش لم يتقدم في سرواح منذ يومين، وكذلك في قانيه، والمعارك في الجوف في خط الشعب والشعب والمتقدم للجيش تتحول من الدفاع الى الهجوم، وبدا بالهجوم، والامور تسير الى 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 مرحله الهجوم قريبا جدا باذن الله. عندما بصراحه التحالف او بالذات السعوديه اشعرت ان الامر اصبح يعني اكثر من ذي قبل. نعم جواد اعتذر منك، يعني لا استطيع سماعك بشكل جيد او واضح. واسرار الطيران التي دخلت في الخط. نعم جواد اعتذر منك لرداءة الصوت من المصدر، لا استطيع سماع كل الكلمات التي تقولها. شكرا جزيلا جواد الغفوري ضابط في الجيش الوطني، كنت معنا عبر الهاتف من مأرب. هل هذه المرة سيصدق التحالف ربما؟ يعني وجواد يحدثنا عن كثافة لقصف الطيران للمناطق المتواجد فيها الحوثي في سرواح. طبعا يعني دائما انا اتصور ان السعوديه ليس امامها من خيار سوى اعاده تصحيح موقفها السياسي والعسكري حيال الشرعيه، وهو موقف تعرض للضرر بشكل كبير خلال الفتره الماضيه،
وأدى إلى ما أدى إليه من انتكاسات في نهاية المطاف حسبت على أداء الشرعية التحالف وليس على أداء الشرعية، لأن الجميع يعرف أن الشرعية هي اليوم مصادرة الإرادة والقرار والنفوذ، وتعرضت لانقلاب آخر في عدن، وهي اليوم تواجه تمردا جديدا، والسعودية تدفع ثمنه في عدن عندما أرادت أن يعني تستبدل قوة من أبناء محافظة عدن لحراسة مطار عدن الدولي، واجهت قوة عسكرية واستعراضات من قبل المجلس الانتقالي. أنا أعلم أن قوة المجلس الانتقالي لا تستطيع أن تغير الواقع العسكري في عدن إذا ما قررت السعودية فعل ذلك إلى جانب السلطة الشرعية، وهما قادران تماما على إنهاء التمرد في عدن، ولكن الأمر يبدو أنه خاضع لما يسمى بالتروي أو عدم التصادم مع اللاعبين الأساسيين وبالذات الإمارات. فالسعودية يبدو من خلال ما يطرحه الأخ جواد هو أن هناك تحول في الموقف العسكري السعودي اتضح من خلال تدخل الطيران بشكل حقيقي لمنع تقدم الحوثيين، لأن تقدم الحوثيين يعتمد أولا على التضحية بأكبر عدد من المقاتلين، وعبد الملك الحوثي طبعا لا يهمه القبائل ولو فنيت عن بكرة أبيها، ولا يهمه من الذي يموت من الذي يبقى، وبالتالي هذه الموجات من الانتحاريين الذين يتقدمون باتجاه مأرب لا يمكن ردهم إلا بقوة نارية هائلة. الجيش الوطني أنا على يقين أن الجيش الوطني يستطيع التعاطي مع الحوثيين وتحويل المواجهات لصالحه لو منح القدر الكافي من القوة النارية التي حرم منها طيلة الفترة الماضية. اليوم السعودية لا تزال مصرة على مسألة استخدام الطيران في حسم المعارك، وأنا أعتقد أنه لو انتقلت الآن المسألة إلى ما هو أفضل من هذا بكثير، وهو أن يتمكن الجيش الوطني من امتلاك أسلحة بيديه كما هي الأسلحة الموجودة لدى الحوثيين. لو امتلك الجيش الوطني الأسلحة التي يحتاجها لتقدم صوب صنعاء، لأن الجيش الوطني قدم تضحيات كبيرة عندما سيطر على منطقة نهم ووصل إلى مشارف صنعاء، ومع ذلك عندما لم يجد لديه القدرة لتوفير إمكانيات عسكرية أو على الأقل ذخائر وخط ناري كافي لمواصلة القتال أو الدفاع عن المواقع، رأينا ما رأينا كيف انتهت المعركة في نهم. لهذا أنا في تصوري أنه هناك الآن يبدو أن هناك تحول، إلى أي مدى يمكن أن يتطور هذا التحول في الموقف السعودي العسكري كما قلت لن يتوقف على مسألة الإسناد الجوي من خلال الطيران، وإنما أيضا من خلال دعم حقيقي على الأرض من خلال منح الجيش الوطني الأسلحة الكافية من مدافع وراجمة صواريخ وغيرها، والقذائف الحرارية الصواريخ الحرارية هذه مهمة للغاية جدا في تحطيم المعدات التي يستخدمها الحوثيون في تقدمهم العسكري باتجاه مأرب أو باتجاه المواقع التي يتواجد فيها أو تتواجد فيها قوات الشرعية. نعم أستاذ ياسين، بعد يعني أو المتابع للأحداث ربما يلاحظ كيف تخلى هادي بدم بارد عن نهم والجوف، ما الذي سيختلف يعني في مأرب؟ أولا مأرب بقدر ما تمثل يعني مركز تواجد حقيقي للسلطة الشرعية، مركز ثقل للسلطة الشرعية، وبقدر ما تمثله من رمزية كونها العاصمة الحقيقية الآن للسلطة الشرعية، يعني العاصمة التي تتحرك فيها الشرعية بالحد الأدنى من الوصايا الخارجية. أيضا في مأرب قوات تابعة للتحالف ومعدة عسكرية حديثة، لو تقدم الحوثيين باتجاه مأرب ستذهب هذه المعدات العسكرية الحديثة للحوثيين، أو أن البديل أن السعوديين ينسحبون بأسلحتهم وبالتالي هذه هزيمة نكراء. والأسوأ من ذلك كله هو أن في مدينة مأرب ملايين البشر تجمعوا هناك، وكلهم من أحرار اليمن الذين تجمعوا حول خيار استعادة الدولة وهم مستعدون لتقديم تضحيات كبيرة. لكن الحوثي فيما لو تقدم إلى مدينة مأرب سيخلق أكبر كارثة إنسانية، ولا يهمه من يبقى من العائلات في مأرب، يعني هناك كرة كبيرة ستتدحرج، أزمة كبيرة ستتدحرج، ولن يتحمل نتيجتها أو تبعاتها أو تداعياتها سوى هذا التحالف. وإذا مأرب مهمة جدا
على مستويات مختلفة، مهمة كونها كما قلت العاصمة الفعلية الشرعية، مهمة لأن هناك لأن فيها أكبر تركز عسكري للتحالف وبالذات الجيش السعودي الذي يقدم استناد للجيش الوطني، والأهم من أهميتها الأخرى كونها مخزن بشري الآن، مخزن بشري، وبالتالي المعركة في مدينة مأرب ستخلق كارثة إنسانية هائلة، أعتقد أنه لا تستطيع لا السعودية ولا غيرها تحمل تبعاتها. نعم، إذا أستاذ ياسين، قيادة الجيش في مأرب ألا تعتقد أنها يمكن أن تفرض أمر واقع خارج عن رغبات الرياض أو حتى هذه؟ هذا الأمر قد لا يأتي أكله سريعا، يعني نعم. هذا الأمر يحتاج إلى تصميم وإرادة وتضحية، وسيكون ثمنها التحرر من سطوة القرار السعودي والوصاية السعودية، وسيكون ثمنها أيضا هو الانسلاخ عن الشرعية التي باتت محصورة في فنادق الرياض وخاضعة بشكل كامل للإرادة السعودية، ولكن أيضا الأثمان باهظة جدا، الخسائر ستكون كبيرة لكن مردودها في المدى المتوسط مهم جدا لأصحاب المشروع الوطني الذين يناضلون من أجل استعادة دولتهم، ويأسوا في حقيقة الأمر من هذه المماطلة التي يظهرها التحالف والذي انتهت في نهاية المطاف إلى أن التحالف أثبت أنه يمشي في اتجاه معاكس تماما للمشروع الوطني في الوقت الذي يقاتل هؤلاء من أجل وطنهم، من أجل استعادة اليمن ووطن الجميع ودولة الجميع. التحالف يعمل على تفكيك الدولة اليمنية وتشجيع نزعة الانفصال كما يحدث في المحافظات الجنوبية. هذا الأمر سيأتي أكله لكن ستكون التضحيات كبيرة. السعودية تحديدا، وأنا لم يعد يعنيني من التحالف سوى السعودية لأنها هي الموجودة الآن على الأرض بعد أن أعلنت الإمارات الانسحاب. السعودية أيضا عندما يتبنى الجيش الوطني وأبناء مأرب مشروعا مغايرا ومنفصلا عن التحالف ستخسر خسارة كبيرة جدا، لا يمكن لها أن تبقى في مأرب بأمان كما هو الحال اليوم، وبالتالي لن يكون باستطاعتها أن تتصرف كما تتصرف اليوم في مأرب أو في غيرها من المناطق اليمنية، وبالتالي ستجد نفسها في مواجهة عسكرية ليس فقط مع الحوثيين وإنما مع أطراف أخرى في الشرعية، وهذا الأمر سيضيف المزيد من التعقيدات حول المهمة السعودية على الساحل اليمني. لهذا أنا أعتقد أنه على السعودية اليوم أن تفكر باحترام تجاه اليمن واليمنيين، وعليها أن تتقيد بحدود المهمة التي جاءت من أجلها، وهي مساندة الشرعية ودحر الانقلاب وإعادة عجلة العملية السياسية إلى مسارها الصحيح، بحيث يتحاور جميع اليمنيون للوصول إلى ما يريدون الوصول إليه من تسوية سياسية تنهي حالة العنف والفوضى والاحتراب التي تعصف باليمن. أعتقد أنه في التصرف السعودي خارج هذا السيناريو سيفرز واقعا مرا جديدا، لكن أبرز ما فيه وأخطر ما فيه أن اليمن سيكون بكامله في مواجهة المملكة العربية السعودية. نعم، إذن يعني ربما جميعنا تابعنا الأحداث وكيف سلمت الجوف للحوثيين وخرج قائد عسكري بعدها بيومين يكشف كيف سحب يعني قامت السعودية بسحب اعتادها العسكري قبل السقوط. هل تتوقع أن يكون هناك سيناريو مشابه في مأرب؟ لا أعتقد ذلك أبدا، لأن إن حدث سيناريو مشابه فهذا يعني أن المسألة برمتها ستنتهي، وبالتالي ستكون السعودية أمام وضع مختلف على الساحة اليمنية. طبعا ليس مستبعدا، يعني ألا تريد هذا ليس مستبعدا، لكن هو سيكون سيناريو سيء لأنه سينتهي إلى أن الشرعية تفقد نفوذها في مأرب، وهذا يحقق هدف إماراتي على سبيل المثال، وهذا الهدف أيضا قد تدعمه السعودية أو لا تدعمه. سيندفع الانفصاليون اعتقادا منهم بأن الفرصة باتت مواتية لاستعادة شبوة ولإعلان دولتهم الانفصالية، لكن سيكتشف حتى الانفصاليين أنهم أمام خدعة كبرى، لأن الحوثي عندما يصل إلى مأرب فلن يمنعه أحد من التوجه نحو شبوة، ولن يمنعه أحد من التوجه نحو أبيان، ولا يمنعه أحد بالتوجه نحو عدن، وبالتالي لن يستمر طيران التحالف في مقاتلة الحوثيين لمنعهم من الوصول إلى عدن. هذا الأمر سيكون مستبعدا لأن الأمور ستتغير، الوقائع ستتغير، المعطيات ستتغير، عندما يكتشف اليمنيون أنهم خدعوا بهذا القدر وأنهم تعرضوا إلى هذا الغدر، أعتقد أن موقفهم سيتغير 180 درجة، وبالتالي
في كل الأحوال، ما يجري الحديث حوله الآن بشأن الغرق في المستنقع اليمني سيكون حقيقة واقعة، واليمنيون في هذه الحالة لن يكون لديهم شيء يخسروه، وأنا أقصد هنا اليمنيين الذين يؤمنون بمشروع الدولة اليمنية، بالجمهورية، باليمن الاتحادي، بالشراكة الوطنية. هؤلاء أصحاب النظرة المثالية التفاؤلية، التي وهي ليست مثالية في حقيقة الأمر، لأن هذا الأمر اتفق عليه في 2013 في مؤتمر الحوار الوطني، لكن للأسف الشديد المؤامرة الإقليمية والدولية هي التي عطلت مشروع الانتقال السياسي وأدخلت اليمن في دوامة العنف. يعني كل السيناريوهات مفتوحة إذا ما قررت السعودية تسليم مارب للحوثيين، كل السيناريوهات ستكون مفتوحة. صحيح أن تقسيم اليمن سيكون واردا بشكل أسهل، لكن هذا لا يوفر ضمانة لا للانفصال ولا للقوى التي تعتقد أنه بالتحرر من الشرعية وبالقوى التي تدعم الشرعية يمكنها أن تحقق أهدافها السياسية والعسكرية على الساحل اليمني. نعم، إذا اسمح لنا أستاذ ياسين أن ينضم معنا الخبير العسكري والاستراتيجي عبد العزيز الهداشي عبر الهاتف من الرياض. مساء الخير أستاذ عبد العزيز. أسعد الله مساءكم ومساء ضيوفكم الكرام. أهلا بك. إذا أستاذ عبد العزيز، كيف تتابع المعارك الدائرة بين الجيش الوطني والحوثيين في السرواح منذ أسبوع؟ أولا دعيني أذكر الأخ ياسين وأذكر حتى التقرير الذي أتى في المقدمة غير صحيح، على أن السعودية مطلوب منها كل شيء والإمارات مطلوب منها كل شيء، فرضت نفسها قطط بدون إطلاق رصاصة واحدة وفي أسلحة كبيرة وكثيفة كانت موجودة، وكان يكفي أن يصمد فيها فرضتنا 10 أفراد بمسدسات ماء ليقاوم الحوثي عدة أيام. فالكلام على أن السعودية أو التحالف لم يدعمهم هذا كلام غير منطقي، لأن الحوثي اقتحم المناطق الجبلية فينا. يعني ألم يقاتل الجيش حتى آخر لحظة أستاذ عبد العزيز؟ يعني دعنا لا ننتقص مما قدمه الجيش في تلك المعارك. لحظة، ميسرة الجبهة قاتلت وصمدت، لكن ميمنة الجبهة اللي فرضتنا بدون إطلاق رصاصة واحدة. انسحبوا، حتى أن الحوثي عندما انسحبوا من فرضتنا انسحبوا يوم الأربعاء. طيب هذا الانسحاب ألا يشكل علامة استفهام كبيرة؟ نعم، هذا الانسحاب ألا يشكل علامة استفهام كبيرة؟ من الذي سيدعم؟ يعني أنت تعلم أن أي تحرك للجيش لا يكون إلا بإذن التحالف. كان مفروض كان يفترض أن ينفصل عن التحالف. مثلا أعطيك على سبيل المثال، جبهة صلب رفضت أوامر الانسحاب واستمرت وقعدت حتى الآن، لكن الذي في فرضتنا انسحبوا بدون قتال وبدون إطلاق رصاصة واحدة، وحتى عندما انسحبوا الحوثي لم يتجرأ أن يدخل الفرقة لأنه ظن أن هناك خدعة، وقعد 48 ساعة لم يتجرأ على دخولها وهي فاضية. وسبق قلت لك حرب الجبال كان بالإمكان قتال بمسدسات، فإن التحالف لم يدعم هذا كلام غير صحيح. ولو تتذكري أختي الكريمة للذكرى فقط، أنه معك وفي هذا البرنامج كان لنا شرف كشف الأسماء الوهمية، وحذرنا هذا من قبل سنتين، وبإمكانكم مراجعة الإرشيد. نعم حذرنا. لحظة خليش معي، لأنه ولا هذا المترابط، حذرنا ونبهنا إلى وجود ضرورة إيجاد إرادة ثابتة للجيش الوطني، وهذا كان أيضا من قبل حوالي سنتين، ونحن نحذر في هذا المطار. عندما سقطت فرضتنا للذكرى وفي آخر حلقة كنت معي في البرنامج، قلنا إن الحوثي سوف يتجه إلى الغيل، وبالفعل اتجه إلى الغيل بعدها. القضية هي سلسلة مترابطة، 1+1=2. نعم، دعني حتى لا نفوت بعض النقاط أستاذ عبد العزيز، أنقل فكرتك هذه لضيفي هنا في الاستوديو. ما رأيك أستاذ ياسين؟ يعني ألا ترى يعني بأن الأستاذ عبد العزيز قسى على الجيش الوطني في معركة فرضة نهم، وأنه لم يقاتل ولم يطلق رصاصة واحدة؟ أولا، مسألة الانسحاب دون قتال هذا معناته قرار عسكري نظامي، يعني لابد من هرمية القرار، وبالتالي في مؤسسة اتخذت هذا القرار.
في هذه الحالة ينبغي أن نكون صريحين وواضحين في توجيه اللوم لمن؟ لأنه الذي أعلن بأن هناك انسحاب تكتيكي هو وزير الدفاع محمد علي المقدشي ورئيس هيئة الأركان الحالي اللي كان رئيس العملية المشتركة. هؤلاء أعلنوا بأن هناك انسحابا تكتيكيا، وهم الذين قدموا صورة كاملة عن ما جرى في نهم. إذن الجيش الذي انسحب في نهم تلقى أوامر بالانسحاب، من الذي أصدر الأوامر؟ الذي أصدر الأوامر قيادة عسكرية مرتبطة بشكل وثيق جدا بقيادة التحالف العربي في مأرب. إذا لو كان هناك خديعة قصد منها إغراق التحالف في مشاكل عسكرية في هذا المثلث الحساس جدا، فهذا يعني أن المسألة تخضع للمحاسبة. إذا لماذا لا يقوم التحالف بمحاسبة هؤلاء القادة العسكريين البارزين الذين أصدروا هذه التوجيهات؟ لأنه لا يمكن ولا يعتقد أن الجيش من تلقاء نفسه كأفراد انسحب وانسحب بهذه الطريقة المنظمة دون قتال وبدون خسائر وسحب معه المعدات العسكرية. نعم، لماذا إذن أعيد لك هذا السؤال أستاذ عبد العزيز، يعني لماذا يتم لوم من في الميدان ونحن نعلم تماما بأنهم تابعون لقرار عسكري يأتيهم من قاداتهم؟ هو عادة نحن نلوم القيادات العسكرية، وقد سبق أن احنا تكلمنا في المواضيع هذه كثيرا، والذي يتحمل المسؤولية هو نائب رئيس الجمهورية وليس رئيس الجمهورية، فهو انقطاع الشمال منوط بها نائب رئيس الجمهورية وهو المقول بالتعيينات العسكرية، ويلي في ذلك وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان. رئيس هيئة الأركان السابق الحالي هو الآن لحد الآن لم يفعل اللي هو طاهر العبيدي. هؤلاء إضافة إلى من مشاكل الجيش أنهم عينوا قيادة عسكرية أغلبها موالية للحوثي. وأنا مسؤول عن كلامي، يعني على سبيل المثال رئيس لجنة الدعم اللوجستي أو دائرة الدعم اللوجستي، رئيس الدائرة المالية، كثير من هؤلاء هم حوثيين ولم يقاتلوا حتى يعني هل يعقل ان الرئيس هادي على التحالف على نائب رئيس الجمهوري على كل هؤلاء الذين ذكرتم لم يكتشفوا هذا بعد؟ يعني لنقل ربما انخدعوا بهم في بدايه المعركه، لنا 5 سنين يعني والى الان لم يكتشفوا بانهم حوثيين، هل هذا منطقي استاذ عبد العزيز؟ لا، الشغله انه نوع الفساد ياخذ سلسله مترابطه من الفساد، الفساد المناطقي. لو تركزي نائب رئيس الجمهوريه هو من اقليم ازال، وزير الدفاع من نفس الاقليم، رئيس هيئه الاركان من نفس الاقليم، نائب رئيس هيئه الاركان من نفس الاقليم، قاده الدوائر العسكريه من نفس الاقليم، القاده العسكريين الذي كانوا من المحافظه الوسطى ومن الحديده تم استبعادهم وتهميشهم، قاده الارويه من نفس الاقليم، المترابطين مع الحوثي من نفس الاقليم، فاستطاع نائب رئيس الجمهوريه ووزير الدفاع الى تحويل القضيه كقضيه مناطقيه، والمطلوب من المحافظه الوسطى والغربيه تمويل الجيش هذا، حتى انه اذا في شيء خربنا الحوثي من 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 اقليم ازال جيبوا له جنود من اب ولا من تعز وسلموا محور عسكري او قائد لواء عسكري. انا اريد ان اقول بشكل عام سبب مشاكل الجيش بشكل عام. الآن كان في سؤال في تقريبا لأحد الضيوف، لماذا لا يهاجم الجيش؟ لأن الجيش يفتقد للعناصر العسكرية القتالية. الآن لدينا المنطقة العسكرية السابعة، لدينا المنطقة العسكرية الثالثة، لدينا المنطقة العسكرية السادسة. هؤلاء الآن موجودين كلهم في مأرب، في صرواء أو على حدود الجو وفي مأرب. هؤلاء عددهم 200,000. لا يوجد الآن حاليا من ال 200,000 10,000 مقاتل. إذا مشكلتنا إن في شباب الجيش أصلا الموجود، أنا لا ألوم المقاتلين اللي في الميدان، ولكن ما في الجيش أصلا الآن، وما بعد 5 سنوات من الحرب لا توجد غرفة عمليات، لا توجد غرفة سيطرة، لا توجد أي شيء، نحن نقاتل قبيلة. لاحظي المنطقة العسكرية الخامسة الذي هي الآن ميدي وحرب لم تطلق رصاصة واحدة من بداية المعارك حق الجوف، من بداية معاركنا ولا كأنها موجودة ولا كأنها. نعم، إذن دعني أنقل هذه الأفكار لضيفي هنا. أستاذ ياسين، هل فعلا نحن خلال 5 سنوات نعيش الوهم، لا يوجد جيش حقيقي على أرض المعركة؟ وتفضل أستاذ عبد العزيز بأنه لا يقلل من جهود من هم في أرض الميدان، ولكن عمليا هم قليل جدا، لا يكاد يذكر تلك الأعداد التي ترفع في الكشوفات. الأخ عبد العزيز يطرح كلاما مهما للغاية، ولن أدخل معه في جدل لأن ما يقوله كلام فيه كثير من الصحة،
ولكن أريده أن يعيد الأمور إلى نصابها في نهاية المطاف. هذه التشكيلة العجيبة وهذه التشكيلة المفخخة في قيادات القوات المسلحة أو في القيادة السياسية أو في واجهة الشرعية بشكل عام، أنا أعتقد أنه المسألة لها علاقة بترتيبات التحالف نفسه، لأنه التحالف لو كان لديه رغبة في الحسم العسكري لكان عمل ما بوسعه لتقوية حليفه في الميدان، والتقوية هنا تتعلق بإعادة بناء الجيش، بتوفير كل متطلبات الدعم اللوجستي، بالتأكد من أن القادة العسكريين يعملون بشكل جيد، الدفع بالقيادات العليا في الشرعية بالعودة إلى اليمن لإدارة المعارك. لكن التحالف احتفظ بالقيادات العليا في الرياض، ثم أطلق سهام الاتهامات لهذه القيادات العليا بأنها وراء هذا الفشل الذي يحدث. يعني لا أبرئ أحد من القيادات العليا ولا القيادات الوسطى، لكن هم يتحملون جزء كبير بحكم أنهم نحن يعني نعاني على ما نحن يحدث. طبعا نحن نعاني من فشل الشرعية بشكل كبير جدا، وهذه مشكلة كبيرة، لكن أنا لست معنيا بمحاسبة هذه الشرعية. ما أنا اللي يهمني التحالف نفسه. التحالف اليوم من أول يوم من ذل اليوم الأول الذي أتى فيه الأمير فهد بن تركي إلى مأرب في بداية القتال، وهو يتحدث عن الفساد فيما يتعلق باستخدام الأسلحة، فيما يتعلق بالذخيرة، بمعنى أن التحالف يريد حربا دعائية، يريد حربا صورية، لا يريد حربا تنتهي إلى نتائج طبيعية. النتائج الطبيعية هو أن يهزم الحوثيون ويعود أركان الشرعية ومكونات الشرعية إلى صنعاء، لكن لديه فرس خطير جدا، ويعتقد أن الجزء الأهم في الشرعية ينبغي أن لا يعود، بل ينبغي أن يختفي من المشهد السياسي. ولهذا حتى يغيب هذا المكون تحديدا من المشهد السياسي يحدث كل هذا الذي يحدث، ثم يجري اتهام القيادات العسكرية بأنها أو الجيش بأنه خذل اليمنيين في معاركهم، وبأنه لم يقاتل، لم يطلق نار. يعني في نهاية المطاف عندما تأتي، من الذي نصب هذه القيادات؟ من الذي اقترحها؟ ولماذا تم الاعتماد على هذه القيادات على وجه التحديد؟ ولماذا يجري دائما شيطنة الجيش واتهامه بأنه ينتمي للإخوان المسلمين وأنه جيش إصلاحي وبأنها ميليشيات إصلاحية؟ كل هذا الخطاب الإعلامي والدعائي يشير بشكل صريح وواضح بأن التحالف يتقاسم فكرة العداء للجيش الوطني وللمكونات هذه التي تعمل وتناضل من أجل استعادة الدولة اليمنية. إذن أستاذ عبد العزيز، هل لديك مخاوف من تكرار سيناريو الجوف ونهم في مأرب، أم أن مأرب تجد أن لها وضعها المختلف؟ للأسف الشديد الحرب لها قواعدها ولها منطقها ولها حساباتها، وهي أشبه بالرياضيات، واحد زائد يساوي اثنين. لاحظي أنه بعد سقوط الجوف كان يفترض أن الدفع بقوات يعني باتجاه لبنات وباتجاه الحزب، على الأقل ليس لتحرير الجوف، ولأن تحرير الجوف الآن صعب، وإنما للدفاع عن مأرب، والدفاع عن مأرب خارج مأرب. لكن قعدت الجبهات العسكريه منتظره لما جاء الحوثي. الحوثي قرر يهاجم من صرواح ومن قانيه، وانا اعتقد، وهذه رساله لقياده الجيش، اعتقد ان الهجوم على صرواح وعلى قانيه ومن باب سحب القوات من شمال مأرب، الهجوم سوف ياتي من الشمال الغربي للجو او عفوا لمأرب، البطن الرخوه لمأرب سوف يهاجم، ولا وما يقوم به في صرواح و قانيه هو من باب المناوشه. للاسف الشديد الجيش لا يستطيع ان يندفع الى خارج، ما يفترض انه يندفع الى الصحراء ليقاتل الحوثي هناك، لكن الاعداد غير كافيه. ال 200 الف الجندي الذي المفروض يتوفروا في مأرب او في جبهه مأرب الان هم الموجودين في من 5 إلى 10 ألف، وهذول يالله بالعافيه ينتظروا الحوثي حتى ياتيهم. وحتى عندما هاجم الحوثي صرواح، كان يفترض ان تتحرك الجبهه الشماليه الغربيه اللي هي باتجاه الجفره مات وباتجاه لبنات الجو، لا منتظره دورها حتى ياتيها الحوثي. نعم، اذا الشرعيه لحظه اختي، الشرعيه تبحث عن نصر وهمي، يعني فراحت تقول انه انتصرت في اليتمه وفي المهامشه وفي جبال السليل، ويا راقصه في الغدره من يقول لك ياسي. هذه الجبهات لو قعدت مع الحوثي ما فيش مشكله، يا تحرير الحزمة والغيل التي مساحتها 100 كيلو متر مربع أهم من خبو الشعب كاملة التي 30 ألف كيلو متر مربع. يا أستاذ عبد العزيز، يعني العالم الآن، يعني هناك شيء غريب للأمانة، يعني العالم يواجه مرحلة يعني دفاع عن الوجود، يواجه خطر فيروس كورونا،
واصحابنا عالقين في مأرب وصرواح، يعني الا تجد بان يعني العالم ربما توقفت جميع معاركه موجه ضد هذا الفيروس، الا في اليمن ما زلنا نتخبط في هذه المعارك؟ اسمحي لي اختي الكريمه ان اطلق يعني مقترح او اشبه بالمبادره على ان يتم يعني حتى مناقشتها. نقترح وقف اطلاق النار نتيجه وجود كورونا، وجود كورونا الان قاتل وقد دخل اليمن لكن لو لم ينتشر بعد وسوف يكون الوضع كارثي. وقف اطلاق النار بين جميع المكونات والفصائل، بين الشرعيه والحوثي، بين الشرعيه والقوات التي في الساحل الغربي، عفوا بين الحوثي والقوات التي في الساحل الغربي، بين الحوثي والانتقالي في الضالع، بين الشرعيه والانتقالي في ابيان، هذا وقف اطلاق النار شامل. اثنين، تشكيل لجان مراقبه من الطرفين على ان تكون من ابناء المنطقه، بحيث انه مثلا لو كانت وقف اطلاق النار في قانيا على سبيل المثال، فاعضاء الحوثي من قانيا او الشرعيه من قانيا هم الذين يراقبوا وقف اطلاق النار ابناء المنطقه. الفعل وقف اطلاق النار يمكن ان يستمر لمده 3 شهور على ان يسعى الطرفين لايجاد مخرج سلام، اما حزم عسكري اعتقد انه اصبح من الماضي ولم يعدل لقضيه الحزم العسكري وجود لدى الطرفين. بعد خمس سنوات انتهى، يجب ان نبحث عن مخارج للسلام، والشرعيه هي الطرف الضعيف يجب ان تبحث عن مخارج للسلام. نعم. إذا شكرا جزيلا لك أستاذ عبد العزيز الهداش الخبير العسكري والاستراتيجي، وأتمنى أن تنال هذه المبادرة أو المقترحات يعني اهتمام المعنيين. شكرا مرة أخرى، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. برأيك أستاذ ياسين، هل يمكن يعني أن تتوقف عمليا المعارك للتوجه نحو المعركة الأكبر التي تواجهها الكرة الأرضية الآن، أم أن أصحابنا لا يعون مقدار الخطر الحقيقي الذي واجههم؟ طبعا هذا الأمر يمكن أن يكون محل بحث إذا ما افترضنا أن الطرف الآخر في المعركة طرف عقلاني وينتمي للعصر ويفكر بعقلية جمعية ويحترم اليمنيين. عبد الملك الحوثي وجماعته يعتقدون أن هذا البلد إقطاعية وهذا الشعب ينبغي أن يسخر لخدمتهم، وحتى في العقيدة التي دائما يتبنونها ومسألة يعني التمكن في الحكم السلطة دائما تترافق مع تضحيات هائلة، وهذه الحرب جزء من الثمن الذي ينبغي أن يدفعه اليمنيون لكي يصل عبد الملك الحوثي إلى أهدافه السياسية. عبد الملك الحوثي وجماعته لا يهمهم الشعب اليمني إذا بقي على قيد الحياة أم لا، وهم يريدون الكورونا أن تساعدهم لحصد أكبر عدد من الناس وإنهاك هذا الشعب لكي يتسنى لهم بما توفر لديهم من قوة الوصول إلى أهدافهم العسكرية والسياسية. هذا الأمر يمكن أن يكون واقعيا إذا ما كان الطرف الآخر مهتم بشأن اليمن، يتبنى برنامج سياسي مخالف لكن لا يراهن ولا يقامر باليمن واليمنيين والشعب اليمني. لكن الحركة الحوثية هي حركة مرتبطة بمنظومة حاقدة تاريخيا على الشعب اليمني، ومنطلقاتها العقائدية يعني تغذي هذا الحقد، ولا يمكن نتصور أن عبد الملك الحوثي يمكن أن يقبل فكرة أن يتوقف عن الحرب لمجرد أن يحمي الشعب اليمني من فيروس كورونا. هذا سيظل مجرد حلم غير قابل للتطبيق، وبالتالي أنا أتوقع أن تستمر المعارك ولن يتردد عبد الملك الحوثي وجماعته في استغلال أي ظرف يمكن أن يوصلهم لأهدافهم، بما في ذلك هذه الجائحة العالمية وهذا الوباء العالمي الذي نسأل الله أن يحمي الشعب اليمني منه، لأن الشعب اليمني قد تحمل الكثير من الويلات ولا يجمع الله بين عسرين. نعم، إذن شكرا جزيلا لك ياسين التميمي المحلل السياسي، كنت معنا في هذه الحلقة من المساء اليمني. الشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، لنلتقيكم في مساء يمني جديد، كنوا برعاية الله وأمنه.